القبيلة الفلانية تريد وزير، العائلة الفلانية تريد وزير، الطائفة الفلانية تريد لا وزير. لا ترد عليهم. أمامك منصة استجواب. أنت إذا رئيس الحكومة، إذا رئيس، لا أنت في النهاية نعم قد يستخدمون بعض الأدوات لو يذرعك، ولكن أنت كرئيس حكومة أد الواجب اللي عليك اتجاه وطنك، اتجاه وطنك، وكذلك بر بقسمك. أنت أقسمت أمام سمو الأمير، بر بقسمك. أنت لما تأتي بوزراء أكفاء يا أخي، مو بالضرورة الوزير فيه من هذا المكون، في النهاية هذا الوزير يمثل كل مكونات المجتمع الكويتي، وثق تماما. جرب هذا النموذج وانجح مرة، ما راح يجيك باكر أحد يطالبك بمحاصصة، ولكن البلد انبنت على المحاصصة في التعيينات الوزارية، في كل، حتى مو بس مناصب المناصب الوزارة، حتى بالمناصب القيادية.